السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده مع اسامه. طبعا يعني ما ينفعش اعدي بدايه الحلقه في يوم الاحد غير لما نتكلم عن الاهلي خط احمر والوصول للحلقه المية والتفاعل مع الحلقه المية وكمان الاشاده اللي جات لنا بعد الحلقه، وكل الشكر لكل جماهير النادي الاهلي اللي بتدعم البرنامج بشكل كبير جدا لدرجه ان احنا يعني عندنا قناعات تامة ان جماهير النادي الاهلي شريك اساسي في نجاح برنامج الاهلي خط احمر. فيا رب نحتفل مع بعض بالحلقة 1500 على حسب بقى ايه البرنامج الاسبوعي، ولا ممكن تزيد عدد ايامه، لان البرنامج الاسبوعي عشان تحقق 100 حلقة محتاج لو انت مواظب كل اسبوع حوالي سنتين، وده امر يعني صعب جدا. لكن زي ما قلت المهم بالتأثير، مش بالضرورة تطلع كل يوم، المهم لما تطلع تكون مؤثر، ونتمنى ده يكون حاصل. نروح بقى للنادي الاهلي وتدريبات النادي الاهلي الصباحية مع مباراة النادي الاهلي اللي تجرى حاليا وانا بصور الحلقة مع فريق اسوان، وكان كولر واضح جدا ان مش عايز تشكيل يتم اذاعته، مش عايز اي حاجة عن المباراة يتم اذاعتها اللهم الا النتيجة فقط لا غير، مش عايز صحفيين في المدرجات، مش عايز جماهير او اعضاء في المدرجات، عايز سرية تامة، وده حقه تماما، وبالتالي دورنا اننا نحافظ على حقه ده. وانا بصور حتى والمباراة شغالة والنتيجة 1-1، كان اسوان هو اللي متقدم على النادي الاهلي تبعا للي بيتم تناوله في المواقع، لكن مفيش مشكلة بخصوص النتيجة، المهم طريقة اللعب، اسلوب اللعب، التشكيل اللي موجود، القصة دي كلها يعني خاضعة للسرية التامة، ولازم نحافظ على هذه السرية من وجهة نظري من أجل خدمة مصالح النادي الأهلي قبل المباراة الهامة جدا أمام الاتحاد المنستيري اللي عرضنا لحضراتكم امبارح فيديوهات عن تفاؤل، وإن المواجهة 50-50 والحقيقة المواجهة صعبة فعلا، ولكن أنا عاجبني حالة التفاؤل اللي بتزيد يوم عن يوم عند فريق الاتحاد المنستيري. إن شاء الله قادرين النادي الأهلي يحقق نتيجة إيجابية في تونس ويرجع يحسم بطاقة التأهل إن شاء الله من القاهرة. أزمة سيف الجزيري والتناول الإعلام الأهلاوي أو الإعلام المنتمي للنادي الأهلي في أزمة سيف الجزيري، خلوني أتكلم بقناعاتي أنا الشخصية، لأن اليوتيوب ده يا جماعة كاشف جدا، كاشف جدا لكل ما هو إعلامي على الشاشات، بيكون له معايير وأكواد إعلامية بتحدده. في اليوتيوب أنت ممكن أنت اللي بترفع السقف وأنت اللي بتحط السقف لنفسك، فالحمد لله أكاد أجزم إن أنا هنا على الشاشة قناة اليوتيوب زي على شاشة قناة النادي الأهلي، مصلحة النادي الأهلي رقم واحد، والترند مش فارق عندي بقدر ما هو إن أنت تكون موضوعي طول الوقت، عشان من وجهة نظري إن ده تاريخ أنت بتقرخه، الناس تبدأ ترجع لوجهات نظرك. كل التناول اللي تم من خلال ان سيف الجزيري قيده يضر بمصالح نادي الزمالك ويفيد الأندية المتنافسة، أنا آسف جدا، كلام ليس له أساس من الصحة. قيد سيف الجزيري قانوني 100%، أنا راجل الأهلاوي بقول لكم قيد سيف الجزيري قانوني 100%، لن يدار النادي الزمالك في بطولة الدوري أو أي مباراة شارك فيها سيف الجزيري، لأن قيد سيف الجزيري 100% سليم، والقصة واضحة والقوانين واضحة والمادة 25-3 واضحة إن سيف الجزيري حتى لو هو انتقال حر من يناير فهو خلاص أصبح لاعب في نادي الزمالك قبل فترة أو إيقاف القيد بست شهور، فالقصة منتهى، ولو هو لاعب في نادي الزمالك يستطيع ان هو عادي جدا كلاعب محترف يكمل اعارته او يكتب عقد او يعمل اي شيء يخليه يمدد مع نادي الزمالك بشكل قانوني تماما، ده موضوع منتهي، وحتى لو لاعب نادي الزمالك كان معيره للخارج يقدر يرجعه عادي جدا، بس تكون فترة الاعارة للفريق المنافس انتهت. فالقصة ان احنا بنحارب الحرب الغلط، القصة ان البعض مننا ولو مصداقية ولو تأثير على الناس رايح لسكة ان احنا هنروح على قصة سيف الجزيري اننا ناخد دوري او نخصم نقاط من الزمالك او يترتب على مشاركة سيف الجزيري خطأ، الكلام ده كله ليس له اساس من الصح، ومش دي قضيتنا ولا دي ازمتنا ولا ده الاتجاه اللي المفترض نروح فيه، ولا الشؤون القانونية في النادي الاهلي بتبحث في هذا الملف. تاني، الشؤون القانونية في النادي الاهلي لا تبحث في ملف امكانية تحقيق الدوري من عدمه، الكاس من عدمه، وخلافات على مشاركة سيف الجزيري في عدد نقاط من عدمه، القصة مش كده خالص، القصة هي ادانة اتحاد كرة القدم. ليه؟ هو ده اللي هيفجر المفاجأة في قضية كهربا. هتقول لي قضية كهربا انتوا مش قلتوا الغرامة هتدفع؟ الغرامة هتدفع، والاجراء اللي هيتاخد في قضية كهربا ملوش علاقة بتأجيل او تعطيل دفع الغرامة، الغرامة كده كده هتدفع عشان اللاعب يستطيع ان هو يشارك. طب ايه القصة؟ القصة بوضوح، وخدها بهدوء شديد جدا عشان الناس اللي متابعاني تفهم احنا بنحارب في اي اتجاه. اتحاد كرة القدم
عنده مخالفة واضحة وصريحة الاتحاد في المدير التنفيذي، ان لما جاله خطاب المفترض ايقاف القيد لنادي الزمالك طلع اعتراف واضح وصريح من رئيس نادي الزمالك وقتها الكابتن حسين لبيب ان الخطاب ده تم اخفائه. على المقابل لما نادي الاسماعيلي جاله الايقاف الخطاب ده تم اعلانه. ده رقم واحد. رقم اتنين، اتحاد كرة القدم سواء الحالي او السابق في مشكلة في منح التراخيص للاندية، وده اللي بيخلي الاندية تشارك في البطولات الافريقية. حصل قبل كده غرامة 5,000 دولار، وحصل قبل كده غرامة 10,000 دولار، وحاليا في كلام عن حجز على ارصدة نادي الزمالك من قبل التأمينات حتى لو نادي الزمالك ما فيهوش غير 1,000 جنيه واتسحبت كل اموال نادي الزمالك، بس في قرار بالحجز على الارصدة مقابل 130 مليون جنيه للضرائب والتأمينات، وبالتالي في مخالفة في منح نادي الزمالك تراخيص الاندية. سجل ده معاك وسجل ده معاك وسجل ده معاك وسجل عقد سيف الجزيري اللي فيه اعتراف رسمي من 3 مجالس ادارات لنادي الزمالك، عماد عبد العزيز اللي هو عماد عبد العزيز، الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الحالي اللي طلع واتكلم وقال ما عندناش مشكله اننا ندفع المبلغ المالي الرعايه لنادي الافريقي ونادي اتحاد بن جردان. ده معناه ايه؟ معناه ان موقف الزمالك ممكن يكون سليم، مش مشكلتي انا، عندي موقف هنا من اتحاد الكره في تدليس واضح في عقد انتقال سيف الجزيري من المقاولين العرب لنادي الزمالك. والاتحاد المصري لكره القدم مشكورا جدا، الف شكر، بعت للفيفا خطاب رسمي ان انتقال سيف الجزيري انتقال حر. مع تصريحات المسؤولين في نادي المقاولين وتصريحات رئاسة اللجان او كابتن حسين لبيب ورئيس النادي الحالي لنادي الزمالك مرتضى منصور، يبقى القصة ان في عقد ب 20 مليون جنيه، ده غير البند اللي هيتعرض دلوقتي على حضرتك اللي تعرض على كل وسائل التواصل الاجتماعي وعرضناه امبارح كاول برنامج على الفضائيات في الاهلي خط احمر، اللي هو 8 مليون اعارة و12 مليون بند احقية شراء. ده معناه ايه؟ معناه ان نزاهة الاتحاد المصري لكرة القدم امام الفيفا اصبحت محل شك. ده مش بس محل شك، لا، القصة كلها ان مطالب ان النادي الافريقي يكمل وما يتمش مراداته، او نادي اتحاد بن كردان يكمل وما يتمش مراداته، ويكون الملف موجود في الفيفا، لان لما تحكم الفيفا بلفت انتباه او توبيخ الاتحاد المصري لكرة القدم، هنا هيستطيع النادي الاهلي بقى التحرك، ويستطيع كهرباء التحرك، ومش في المحاكم المصرية ولكن في المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا. ده قانوني؟ ده قانوني. وده التحرك القانوني؟ ده التحرك القانوني. وقتها تعمل ايه؟ هتطعن على تزوير التعاقد. طب الكلام ده ما حصلش في الفيفا ليه؟ الفيفا ليس منوط به التشكيك او الطعن في التوثيق او توقيع العقود. القصة كلها في ورق رسمي جالي انا بمشي عليه. طب الورق ده لو هو مزور او تم توثيق العقد بعد مدة سنة، هنا المحكمة الجنائية الفيدرالية هي اللي تفصل. طب هتفصل امتى؟ لما يكون معاك ما يثبت ادانة اتحاد كرة القدم او شبه التدليس وتضليل في التعاقدات. وهي دي الحرب اللي احنا لازم ناخدها مع اتحاد كرة القدم. انسى خالص دوري، وانسى كاس، وانسى الزمالك، وانسى بتروجيت، وانسى كل الاندية، وما تطالبش نادي ينضم معاك. انت كل اللي انت مطالب بيه ان نادي الافريقي التونسي يظل قائم في شكوته للاتحاد المصري لكرة القدم، وما يتمش مراداته من قبل نادي الزمالك حرصا على مصالح اتحاد كرة القدم ومصالح نادي الزمالك بشكل شخصي. ليه؟ لان انت لما هتطعن على التزوير واضح جدا ان كان توثيق عقد كهرباء بعد سنة، وكانت اللوائح بتقول مدة شهر. طبعا كان كابتن مجدي عبد الغني موجود، والاستاذ وليد العطار اللي دائما موجود. قلت لك انت ايه بتستلم من الاتحاد مبنى الاتحاد والمفتاح، ومعه وليد العطار. الكابتن مجدي عبد الغني شاغل دماغه ببرونو سافيو والدنيا مقلوبه على سيف الجزيري، في جزيره معزوله مع اتحاد كره القدم. سيبك منه، ما تشغلش بالك بيه، اشغل بالك بالقضيه بتاعت الاتحاد المصري الحالي لكره القدم. اشغل بالك حتى، سيبك من حازم امام وقضيه المنتخب اللي احنا اتكلمنا فيه حاليا، قضيتك سيف الجزيري وثبات التضليل والتدليس والتلاعب في العقود من قبل الاتحاد المصري لكره القدم. دي اللي هتبرئ قضيه كهربا في النادي الاهلي، ودي اللي على اساسها هيتحرك النادي الاهلي. النادي الاهلي هيتحرك على اساس دوري، ولا على اساس نقاط، ولا على اساس كاس مصر، ولا على اساس مشاركه سيف الجزيري، لان قيد سيف الجزيري قانوني. القصه لازم تبقى شايفينها بشكل افضل من فكره دوري او 3 نقاط. القصه هو تضليل الاتحاد المصري لكره القدم والتلاعب بالعقود في وجود نفس المدير التنفيذي وليد العطار، وفي وجود نفس المسؤول على التي ام اس اللي بيسجل هذه العقود في الاتحاد. الاثنين موجودين في عقد كهربا وفي عقد سيف الجزيري. هي دي قضية النادي الاهلي الحقيقية، وده من وجهة نظري قضية اعلام النادي الاهلي الحقيقي، وقضية المسؤولين في النادي الاهلي الحقيقية هو ثبات
تزوير او تضليل في عقد او تدليس في عقد سيف الجزيري معناها براءة عقد كهربا وثبات ان كهربا بريء في ازمته، وان الاتحاد المصري لكرة القدم زي ما ضلل وادى معلومات مغلوطة للفيفا في قضية سيف الجزيري ضلل وادى معلومات مغلوطة للفيفا في قضية كهربا، والمستفيد نادي واحد هو نادي الزمالك مهما حاول البعض يقولك ان نادي الزمالك برا الاستفادة. لا حضرتك، ده بيؤكد ان النفق اللي انا قلت عليه بين الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي الزمالك قائم. اتمنى يكون دور الاعلام الاهلاوي في الاتجاه ده، مش في اتجاه نقاط ودوري وان الشؤون القانونيه تبحث مشاركه نادي سيف الجزيري. المشاركه قانونيه يا جماعه، المشاركه قانونيه. اتمنى يكون النقطه دي واضحه للجميع، لان النقطه دي هتفصل بشكل كبير جدا في قضيه كهرباء. بس ده مش معناه انك هتاجل غرامه، انت هتدفع غرامه لكن تقدر تسترد وتقدر بعد كده تحصل على حكم لصالحك ضد الاتحاد، ايقاف قيد لنادي الزمالك. قصص كتيره جدا ممكن تحصل في حاله ثبوت ان الاتحاد المصري لكره القدم قدم اوراق غير سليمه للفيفا، وده اللي حاصل لما قال ان الانتقال كان انتقال حر. ده باختصار موضوع سيف الجزيري وقضيه كهربا. مفاجاه في عقد رعايه النادي الاهلي. عقد رعايه النادي الاهلي لما طلعت اتكلمت لحضراتكم كان الاتفاق مع الطيران القطري 275 مليون جنيه في السنه، وقلت لكم ان العقد هيصل لنصف مليار بالرعاة الاخرين. ان النادي المفاجاه ان النادي الاهلي برغم رفض العقد الطيران او الشركة القطرية للطيران او ايا كان المسمى في الرعاية، في عقد اخر تم توقيعه من اسبوعين بنفس القيمة المالية 275 مليون جنيه. وهقول لكم ارقام وصلت للشركة المتحدة ووصلت للنادي الاهلي بشكل رسمي، والمعلومات دي مش من داخل النادي الاهلي على الاطلاق. وصل شركة مصرية اصيلة لها اسمها وسمعتها في السوق لرجل اعمال كبير ما يقارب 170 مليون جنيه. الشركة المتحدة قالت عندنا عرض اعلى من كده. وصل عرض من شركة سعودية دخل السوق المصري بمنتهى القوة ب 210 مليون جنيه، وكان الخطاب المبعوث للمتحدة خطاب رسمي، فكان الرد بشكل رسمي ان الاهلي وقع على تعاقد ب 275 مليون جنيه. ممكن تاخده مكان تاني في التيشيرت او ممكن تاخده مكان على الشورت ونشوف التفاوض يكون بالشكل ايه. كانت الشركة السعودية طالبة صدر التيشيرت ووصلت ل 210، لكن وصل خطاب مؤكد ان في 275 مليون جنيه على صدر التيشيرت، وده نفس المبلغ اللي كان يدفعه الطيران القطري، وبالتالي اطمنوا على القيمة المالية الداخلة للنادي الاهلي. انا ايه اللي قلقني لما تكون شركات عربية داخلة السوق المصري والمجال الرياضي للاستثمار، شيء من النزاهة هيتم فرضه على المسابقة، لكن لما يكون المستثمر مصري اعتقد هيتم نفس الامر. وديكوا شايفين الاتحاد المصري بيدار باي شكل، وشفنا حازم امام بيتحكم في الاتحاد باي شكل، وشفنا كلاتنبرج جاي يعني مش عايز اقول ميداليه في ايد كابتن حازم امام، وشفنا الكابتن احمد الشناوي وهو بيقول بوضوح ان كابتن حازم امام بيتدخل في القائمه الدوليه وبيرشح حكام للقائمه الدوليه. وطبعا الكابتن بركات مش هنا، والاستاذ خالد رندلي مش هنا، والاستاذ جمال علام راجل طيب جاي عايز يتحط كده كرئيس للاتحاد ويتحط في السي في بتاعه ان هو جه رئيس للاتحاد المصري لكره القدم مرتين. فده القصه باختصار شديد، لكن على الاقل النادي الاهلي اتمنى ان هو يضمن حقه المالي في الرعاية اللي ممكن تصل للنادي الاهلي على الاقل بعد نسبة الشركة المسوقة لنصف مليار سنويا اقل تقدير للنادي الاهلي، غير طبعا حقوق البث. وحقوق البث متوقفة بعض الشيء لان مازال هناك مبالغ مالية من الاعوام الماضية عند شركات البث اللي كان متعاقد مع النادي الاهلي. النادي الاهلي بصدد ان هو يحصل على هذه المبالغ حتى يتعاقد على بث جديد. نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع. سلام.